السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. واحد التصريح ديال ناقلة منيب اللي كتعرفوها دائما على أين، سمعوا معايا مزيان أشنو كتقولوا. الكلام ديالها معقول والظاهر ديالو زوين، سمعوا. الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقول لنا كاين 1,400,000 ديال الدراري مقارين ما مكورين ما خدامين، ويجي تقارير أخرى ديال المندوبية السامية وتقول لنا 4,500,000 ديال الدراري ما بين 15 سنة و 24 سنة مقارين ما مكونين ما خدامين ومعرضين للقرقوبي، معرضين للمخدرات، معرضين للضياع وكل اشكال العنف. راه لا مغاربه بغاو يمشيو لبلادهم، راه مشاو لنا المهندسين، مشاو لنا الاطباء، لان ما كايناش دوله الحق والقانون، كاينش ديمقراطيه. انا واخا نكون طبيبه غتصيفطني الرشيديه على راسي وعينيه، هذه جهه عزيزه عليا، ولكن من الجهات المهمشه ولادي ما غنلقى لهم لا رود لا مدرسه لا صحه. وهاد الناس اللي ضربوا الخدمات الاجتماعيه وعلى راسها المدرسة العمومية المجانية جيدا على أين، كما كتسمعوا الكلام المرصوص ديال الأحزاب ديال بني قريظة. الصراحة يعني خصكم تعرفوا وهبي قبل ما يولي رئيس وزير الدل وزير العدل وزير العار وزير العهر، شنو كان كيقول لكم؟ كان كيهضر على هذا الشيء والمساواة والحقوق وكل واحد خصو ياخذ حقه وطاطاطا ودغدغة المعاشعير، وفي البرلمان كيحيح كمعارض وطاطاطا ما درتوش ما فعلتوش إلى آخره. والنتيجة دابا شنو كيقول؟ باقي كيهضر على هذا الشيء، ما بقاش كيهضر على هذا الشيء. علاش؟ لأن السياسة فيها أشياء معلنة وأشياء غير معلنة. الأشياء المعلنة هي اللي جر البهيم حنايا أكل الخرطة والشعير باش نصوتوا عليهم، والأشياء غير المعلنة هي اللي من تحتها كما كيقول هو لتمرير قوانين معينة لتغيير المجتمع. وراكم شفتوا شنو كيقول، العلاقات الزنائية والمرأة حرة في راسها والرجل حر في راسه وكل واحد يمشي مع اللي بغى، الفنادق بلا كاغي تصدق. يعني فين واش هادشي كان كيقولوا في الحملة الانتخابية؟ واش هادشي كان كيقولوا هو في المعارضة؟ ما كانش كيقولوا. راه نفس القصة ديال هاد الناقلة منيب اللي كنهضر لكم دابا، هادي مجرد دغدغة المشاعر. هادي أصلا شوف دائما كنقول لكم الناس اللي فاشلين في الحياة ديالهم فاشلين، دابا بحال هادي مطلقة ما كتكسبش حتى أسرة، واش وحدة مطلقة هاربة وباغا تعطيو المصير ديالكم السياسي والتعليمي والاجتماعي وما إلى ذلك والأسري؟ راه ما يمكنش. هادي راك سمعتوا شنو كتقول ديك المرة، كتقول لك واش المرة بهيمة يمشي واحد يخطب وحده ويعطي فوق لك منها 6,000 درهم ولا مليون ولا جوج وشي ولات بقره؟ هادشي راه تخلف. هذا يعني كتهضر على داك القران اللي كيقول لك واتوهن صداقاتهن نحله، يعني داك الصداق اللي هو المهر اللي هضر عليه الاسلام، كتقول لك واش المراه بهيمه واش المراه بقره؟ في الراي ديالكم اللي كيهضر على الصداق انها راه ما خصوش يكون وانما غير هز المراه وديها وبول فيها وسيبها على حسب الفلسفه ديالها، واش هذه مسلمه؟ راه هنا اللي خصكم تفكروا فيه. هادو راهم الماركسيين الشيوعيين المتطرفين. واش كتعرفوا معنى الماركسيه والشيوعيه واللينينيه؟ لا اله والحياه ماده. اي ولكن كتسمعهم كيقولوا ان شاء الله وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، والدين ديالنا كنعرفوه وحتى واحد ما يتزايد علينا فيه. هذاك الشيء كامل نفاق وتدليس. يعني المنافقون كتعرفوا في سوره البقره، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. هادو هما المنافقين ديما ولا تعرف انهم بلحن القول، يعني القول ديالهم ملحون وزوين وكذا ومنمق الى اخره. فاللي باغي نقول لكم ان هاد العصابه الاجراميه ديال التلاحذ والعلمانيين الليبراليين الماركسيين راه ما يمكنش نعطيهم الاعناق ديالنا وهما يسوسونا كما باغين هما. هادي راه النهار اللي غتوصل. ورانا سمعت في واحد التصريح شنو كتقول لك؟ سول الهداوي المهداوي قال له واش انتم الا كنتوا الحكومه غادي ديروا كريدي وديون من البنك الدولي وداك الشيء؟ قالت له من طبيعه الحال غادي نطلب كريدي. شو ما قالش له غادي نطلبه، قالت له غادي نطلب كريدي وغندير ولكن مع ترشيد نفقات وكذا وكذا، والكريدي ما غاديش يتسرق وما غاديش يديو الناس لجيابهم كما كدير الحكومه اخرى. يعني كتهضر بصفتها رئيسه حكومه، يعني هي راه باغا تولي رئيسه حكومه وتحكم المغاربه. تصوروا وكان العيالات في المغرب اصبح ولاو عقيمات عاقرات، ما بقاوش الرجال في المغرب اصلا. غادي تجي تحكمكم وحده ماركسيه شيوعيه هجاله هاربه، يعني فاشله في الحياه الاسريه ديالها باغا تحكمكم. يعني هي علاش كيطلقوها تهضر وتبلبل وتا واحد ما كيحاسبها ولا يعاقبها؟ كتهضر على الحكومه دارت والدوله ما دارتش وفعلوا وتركوا وسرقوا وهدموا التعليم وما داروا
يعني الناس راه في الحكومه ما كتقدرش تقول هذه الهضره هذه. علاش؟ لان كما قلت لكم علاش، لان كيهيئوها باش تنجح في الانتخابات وتولي هي رئيسه الحكومه، ونبداو نبربلو ونصيحو امام العالم المراه في المغرب اصبحت قياديه واصبحت رئيسه حكومه وكذا. المراه الحديديه زعما راه مارغريت تيتشر البهيم راه كيتصعبوا، مارغريت تيتشر هي اللي كانت كتحكم، فهمتي؟ بينما راه الحزب هو اللي حاططهم وكيكتبوا لها ورقه وتخطب وتقول وحسنا غنديروا غنفعلوا غنتربوا. على اي يعني المغاربه راه بحال البهيم دابا راه كيسمعوا معجبين بها وهناك من يدافع عنها. تصوروا الناس يستميتون في الدفاع وكيعيروني كيقول انت ما كذا كذا، علاش كتهضر هذيك مراه حره وشجاعه؟ يا ودي الله اذا كاش من شجاعه، واش انت وليتي بهيمه حتى لهذ الدرجه صاحبي؟ يعني بقره حولي يعني اكل الخرطال والشعير، تسنى انت مراه تجي تدافع عليك على الحقوق وتمشي انت في ذاك الشعر اللي في وجهك وذاك الشلاغم وانت مولي مراه. مشي مشي بدل، ركب شي نهود صناعيين وصافي وسالينا الفيلم. كونوا رجال صاحبي، كونوا رجال دافعوا على الحقوق ديالكم بالمعايير ديال الاسلام والدين ديالكم اصاحبي. يعني انتم وليتوا باغي العيالات يجوا يدافعوا عنكم، بحال دوك الشميت ديال ما يسمى التعليم ملي كيخرجوا في المظاهرات كيزيدوا البنات والعيالات القدام وكيحتاميو بهم. تصوروا كيدفعوا العيالات القدام وهما كيوقفوا اللور، علاش؟ لان البوليسي والشرطي ما يقدرش يأذي المرأة وما يقدرش هذا حتى لهذه الدرجة. عوضا ما انتوما تحميو دوك النساء كدفعوا من القدام وانتوما ترجعوا للور بحال الميخيات. على اين هذه هضره كتجبد هضره؟ نتمنى الصوره تكون واضحه والفكره باينه. راه هذا الشيء اللي كان كيديروا وهبي داعيه السفاح وخاصنا البطاطا غاليه وهذه وهذه، ولكن ملي طلع للحكومه ما بقاش كيقول داك الشيء، وانما ولا كيمرر القوانين ديال المغضوب عليهم، ان المثليه والحريه الجنسيه واللي بغى شي حاجه يدير هو يحمي الزونات والزانيات. راكم شفتوا كل شيء بعينيكم، اذا ما تبقاوش تغروا في هذا اللي كيضغضغوا المشاعر. راه من نهار اللي عقلنا وهما كيغروا على الفساد والمفسدين، افسدوا سرقوا داروا فعلوا تركوا، ولكن واش تغيرت شي حاجه؟ لن يتغير شيء الا اذا عدنا الى اسلامنا وديننا. وسولوها في الحملات الانتخابيه ديالها، قل لها ما رايك في العلاقات الزنائيه؟ ما رايك في الاختلاط؟ ما رايك في الخمارات المفتوحه؟ ما رايك؟ غتقول لك هذه حريه شخصيه. ما رايك في صيادي حريتي؟ غتقول لك هذه شخصيه حريه. اذا هي تلحودي علمانيه ليبرالي مرسيه حداثيه وهلوما جرا ما موراهم خير، ما في الا عوير وزوير واللي ما فيه خير. ارجو ان تكون الفكره والصوره واضحه، ما تنساش لايك وسبسكرايب، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.